يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على مهجه محمد ولباب علي وثمره فؤاد فاطمه سلام على الحقيقه الناصعه القائمه سلام على امامنا الحسن المجتبى وسيدنا الولي المنتقى سلام على الناحيه المقدسه سلام على طهرها وقدسها ونورها سلام على سيدها وقاطنها بقيه الله برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره الحلقه الخامسه والستون بعد الثلاثمائه سلام عليكم على مائده القمر انها اطباقنا المهدويه الرمضانيه الطازجه اطباق البراءه والولايه بنكهتها الزهرائيه الرائقه ومذاقها المهدوي الفاخر براءه من السقيفتين سقيفه بني ساعده في المدينه وسقيفه بني طوسي في النجف وولايه للبيعتين بيعه الغدير الاولى بيعه الامير وبيعه الغدير الثانيه بيعه القائم انه افطار القلوب على مائده المحبوب تفضلوا في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فلينظر الانسان الى طعامه قال قلت ما طعامه قال علمه الذي ياخذه عمن ياخذه هذا هو الجزء الثاني من الطبق السادس من اطباق مائده القمر انه طبق الخبز والمعجنات المالحه مضمون هذا الطبق الوعي انه طبق الوعي لا اريد ان اعيد المقدمه التي بدات بها في الحلقه الماضيه لكنني قلت من انني ساحدثكم عن وعي يرتبط بواقع حياتنا الشيعيه وعن وعي يرتبط بواقع ديننا في الحلقه الماضيه حدثتكم عن وعي يرتبط بواقع حياتنا الشيعيه لكن بقيت بقيه انها الخلاصه التي اريد ان اضعها بين ايديكم كي انتقل الى حديثي عن وعينا لواقعنا الديني لا اريد ان اكرر الكلام المتقدم في الحلقه الماضيه لكنني اذكركم فقط بان الوعي يلزمنا ان نعرف المناهج التي تحرك واقع حياتنا الشيعيه والا فعلى سبيل المثال مثلا هذه التظاهرات التي خرجت في العراق ضد الصرخ لانه قال ما قال بخصوص المراقد الشريفه هذه التظاهرات خرجت وفقا لبرنامج بال حمار فبالت احمره انه برنامج زرائب الحمير فهم لا يعرفون من ان المنهج الذي عليه الصرخ هو هو المنهج الذي عليه السيستاني وقد مرت الحقائق والوثائق واضحه في الحلقه الماضيه الفارق ان الصرخ كان صريحا بالنتائج التي وصل اليها من خلال المنهج النجفي من خلال المنهج الطوسي اما السيستاني وامثاله من المراجع الذين ماتوا او من المراجع الاحياء او من الذين سياتون هؤلاء يتبعون برنامج التثويل المغناطيسي يضحكون على الشيعه في المساحه التي عوام الشيعه لا يطلعون على ما يتبناه هؤلاء المراجع هم في فسحه من امرهم فيقولون ما يقولون في كتبهم في دروسهم في مجالسهم الخاصه في المساحه التي يطلع عوام الشيعه عليها فانهم يتحدثون مثلما يريد عوام الشيعه اعطيكم مثالا عمليا قناه كربلاء الفضائيه هي القناه الفضائيه الرسميه للسيستاني والسيستانيون وحتى غير السيستانيين في مختلف انحاء العالم يقدسون هذه القناه لانها تنتمي الى الحسين من جهه وان كان فكرها ليس حسينيا ما تنقله من بث مباشر من العتبه الحسينيه وهي قناه المرجعيه السيستانيه من جهه اخرى فهذه قناه الدين وقناه الشيعه هكذا يفترض وقناه المرجعيه برنامج من برامجها عنوانه فصل الخطاب وان كنت ساعنونه بعنوان اخر لكن ليس الان فصل الخطاب عنوان من عناوين ثقافة العترة الطاهرة هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم إذا القناة قناة كربلاء والبرنامج فصل الخطاب الذي يقدم البرنامج أخضير المدني هو الذي ينطق عن السيستاني وهو الذي يبين فتاواه وآراءه في العتبة الحسينية وفي وسائل الإعلام هو الذي نشر فتوى التلقيح الصناعي وهو الذي يعلم الشيعه من انهم اذا ذكروا عليا في صلاتهم فان صلاتهم ستكون باطله بحسب فتوى السيستاني وغيره من المراجع الاخرين أخضير المدني يقدم هذا البرنامج من جمله ما يعرض في هذا البرنامج هناك انشوده عن المراجع عنوانها مراجعنا هذه الانشوده كلماتها لشاعر شيعي من شعراء المنبر من الكويت عبد الله ابو حمد والرادود المنشد ميرزا محمد الخياط انشوده كلماتها لشاعر حسيني والذي ينشدها رادود حسيني ايضا وعبر قناه كربلاء وفي برنامج عنوانه فصل الخطاب مأخوذ هذا العنوان من ثقافة العترة والذي يقدم البرنامج أخضير المدني أحد الناطقين عن المرجعية السيستانية في وسائل الإعلام ماذا يعرضون في هذا الفيديو في هذا المقطع وبشكل متكرر في حلقات هذا البرنامج يعرضون صوره للسيستاني يزور امير المؤمنين في زياره امير المؤمنين يقف مصليا بجانب الشباك الشريف قطعا هذه الصوره انتشرت بين السيستانيين علقوها في بيوتهم يقبلونها ويقولون انظروا انظروا الى الامام السيستاني وهو يزور جده امير المؤمنين انظروا انظروا لكن الحقيقة ان الصورة مزيفة هذا هو واقع الشيعة وواقع المرجعية السيستاني لو كان يقدس امير المؤمنين حقيقة حقيقة امير المؤمنين في جواره هو في جوار الامير خطوات ويستطيع أن يصل إلى الحضرة الشريفة لماذا يحتاج إلى صورة مزيفة إلى صورة مزورة لأنه لا يزور الأمير لو زار الأمير لأخذوا له الصور الكثيرة قد يكون معذورا لكن ما هو عذره وقناته الرسميه في برنامج يقدمه ناطق من الناطقين عنه تعرض للشيعه صوره مزيفه مزوره على ان السيستاني يزور الامير لو كان السيستانيون يقدسون الامير لماذا يضحكون على امير المؤمنين من ان السيستاني قد زاره ويضحكون على الشيعه لماذا هذا الكذب؟ الحكايه من الاخر هؤلاء لا يعبؤون لا بالحضره العلويه ولا بغيرها فهم نفسهم الذين ذهبوا الى اياد علاوي وطلبوا منه تفجير الحضره العمائم الشيعيه من اين خرجت؟ خرجت من النجف وهل تستطيع عمامه ان لم تكن قد اعطي لها الضوء الاخضر من السيستاني ان تتجرا بهذا الكلام مع رئيس الوزراء ما هي القضيه واضحه واضحه كالشمس في رائعه النهار هؤلاء هم السيستانيون الذين يصرون على نشر منهج الوائلي الوائلي الذي يريد ان يدفن سرداب الغيبه بيده ويريد ان يدفن المشاركين في المواكب الحسينيه وهم احياء في بالوعه مراحيض وهو الذي يقدس تراب الصحابة ويصنع الاعذار ويقنع الشيعة ان لا ينتقدوا الدرباشة وهز الرؤوس في مجالس الصوفية وغيرها وهو الذي يفتي بنجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده وهو الذي يدوس بحذائه تربه الحسين لاقناع ناصبي من ابناء الزواني من اننا لا نقدس تربه الحسين ولا نعبدها والحكايه طويله طويله ما هو المنهج هو المنهج المهم ان يضحكوا على الشيعه المهم ان يضحكوا على الشيعه ولاحظوا ماذا يقولون في الانشوده عن المراجع يرفضون الخيانه يصونون الامانه اي امانه هذه التي صانوها وهم يزورون الحقائق كي يضحكوا على الشيعه في الفيديو نفسه يرفضون الخيانه يصونون الامانه يحفظون الديانه لحد يوم المنيه في الحقيقه هم مو يرفضون الخيانه هم يعشقون الخيانه وما يصونون الامانه أو لعبوا بالديانة لحد يوم المنية هذا هو واقع المرجعية في النجف رجاء أعرضوا لنا مقدمة برنامج فصل الخطاب الذي يبث عبر قناة السيستاني قناة كربلاء مره ثانيه اعيد البث كي يتاكد المشاهدون بانفسهم رجاء اعرضوا لنا مقطعا من الانشوده نور المصطفى ما يطفاها النور سور الدين عليه يبقى السور هو الله ونبيه وعلي حامي الحمية يشع بين البرية جبين المرجعية جبين المرجعية يرفضون الخيانة يصنون الأمانة يحفظون الديانة لحد يوم المنية يوم يرفضون الخيانة يصونون الأمانة يحفظون الديانة لحد يوم المنية خلينا نشوف نشوف ذولا يرفضون الخيانة يصونون الأمانة خلينا نشوف خلينا نشوف عرض في الفيديو صورة للسيستاني وهو يصلي بجانب الشباك العلوي رجاء اعرضوا لنا الصورة التي عرضت في الفيديو هذه صوره السيستاني التي عرضت في الفيديو وهو قائم يصلي بجانب الشباك العلوي وهذه صوره مزيفه اعرضوا لنا الصوره الاوضح لهذه الصوره هذه النسخه الاوضح لصورة السيستاني المزيفة والمزورة يمكنكم إذا ما دققتم النظر فهناك اختلاف في بقع الضوء والظلال ما بين الوجه وما بين اليدين البشرة مختلفة رجاء اعرضوا لنا الصورة الأصلية وهي صورة محمد باقر الحكيم هو الذي كان يصلي بجانب الشباك العلوي وما هو السيستاني رجاء اعرضوا لنا الصورة الاصلية لمحمد باقر الحكيم. هذه هي الصورة الاصلية الذي يقف مصليا بجانب الشباك العلوي هو محمد باقر الحكيم وليس السيستاني رجاء اعرضوا لنا الصورتين معا لاجل ان يقارن المشاهدون بين صورتين صوره باخر الحكيم هي الصوره الاصليه اما صوره السيستاني فهي صوره مزوره زورها السيستانيون وعرضوها في برنامج فصل الخطاب وفي قناه كربلاء ومع الانشوده التي تقول من انهم من ان المراجع يرفضون الخيانه لعد هذا شنو؟ شو يسمونه؟ يصونون الامانه من جوه يصونون الامانه من جوه هؤلاء همهم ان يضحكوا على الشيعه، هذا هو برنامج المرجعيه السيستانيه وهذا البرنامج ليس خاصا بالمرجعية السيستانية إنه برنامج المرجعية الشيعية منذ أن أسس الطوسي المشؤوم مرجعيته المشؤومة وحوزته المشؤومة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وورث المرجعية المشؤومة من بعد موته من بعد موت الطوسي ولده الذي كان لا علم له ولا دين له وكان غاطسا في الفكر الناصبي الى اذنيه ولذا يترضى عليه النواصب والمخالفون ويمدحونه ما هذه المرجعيات التي بدعامه اميه موجودة منذ بداية تأسيس حوزة النجف وإلى يومنا هذا رجاء أعرضوا لنا مرة أخرى الصورتين معا السيستاني والحكيم لأجل أن يدقق المشاهدون فيهما بعد عرضي هاتين الصورتين اعرضوا لنا صورة السيستاني المزورة وبجانبها صورة السيستاني التي اقتطعوا منها رأسه ووضعوه على صورة جسد محمد باقر الحكيم هذه صورة السيستاني الأصلية وقد وضعت دائرة حمراء حول رأس السيستاني وكذلك بجانبها الصورة المزورة الصورة المزورة تشتمل على جسد محمد باقر الحكيم على جسمه وعلى الرأس المقتطع من صورة السيستاني هذه الصورة التي يضحك بها السيستاني على مقلديه من انه يقف قائما مصليا عند الشباك العلوي الشريف هذا هو الواقع الشيعي رجاء اعرضوا لنا مقطع الانشوده التي تقول من ان المراجع يرفضون الخيانه يصونون الامانه من جوه اعرضوا لنا المقطع المصطفى ما يطفى النور سور الدين علي يبقى هالسور هو الله ونبيه وعلي حامي الحميه يشع بين البريه جبين المرجعيه جبين المرجعيه رفعون الخيانه يصونون الامانه يحفظون الديانه لحد يوم المنيه لحد يوم المنيه شو تقولون انتم؟ يرفضون الخيانه ويصونون الامانه من فوق من جوه ما هو هذا واقع المرجعيه السيستانيه فانا ما نقلت لكم عن قناه وهابيه هذه قناه كربلاء قناه السيستاني وهذا البرنامج عنوانه فصل الخطاب في الحقيقه ما هو بفصل الخطاب فصل الخطاب من عناوين العتره الطاهره ما هو من عناوين هذه المرجعيه المخادعه هذا فصل الزراب اسمه مو فصل الخطاب البرنامج عنوانه فصل الخطاب وفي الحقيقة هو فصل الزراب هذا لأنه يرتبط بالمرجعية هي المرجعية شعيدة غير هذا فصل الخطاب خاص بعلي وآل علي صلوات الله عليهم إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم كما في زياره الجامعه الكبيره قناه كربلاء برنامج بعنوان فصل الخطاب مقدم البرنامج خضير المدني انه احد الناطقين في الإعلام عن المرجعية السيستانية أنشودة لشاعر حسيني ورادود حسيني تعظيم للمراجع من أنهم يرفضون الخيانة ويصونون الأمانة هذه ما الواحد يرقعهم زيج هنا زيج عراقي أم أصر. لأن الفيديو يدل بنفسه على نفسه من انهم خوش يرفضون الخيانه وخوش يصونون الامانه وامام اعينكم هذه الحقائق بين ايديكم هم لا يعبؤون لا بامير المؤمنين ولا بالحضره العلويه والا لو كانوا يعبؤون بالحضره العلويه قضية الامين العام السابق للعتبه العلويه المعمم انه صاحب العمامه السوداء هذا الذي كان يزني بنساء موظفي العتبه العلويه وكانت الاخبار تصل بشكل دقيق الى محمد رضا السيستاني ويزني بالنساء في نفس البنايات التابعه للحضره العلويه وجهاء النجف كانوا يضغطون على محمد رضا السيستاني ان يعزل هذا الرجل لكنه يرفض لو كان يحترم الحضره العلويه هل يترك زناء يزني بنساء موظفيه في بنايات العتبه العلويه هل يتركه؟ هم لا يعبؤون لا بالحضره العلويه الى ان ضغطوا عليه وهددوا محمد رضا السيستاني من انهم سيقتلون هذا الرجل وحينئذ ستكون الفضيحه مجلجله مجلجله وجاءوه بالفيديو بفيديو فساده حينئذ عزله وبقي المكان فارغا لانه كان راغبا في ان يعيده بقي المكان فارغا لمده طويله الى ان عين امين جديد هذا الرجل محمد رضا لو انه يقدس الحضره العلويه هل يصبر على ماجن زناء كهذا يكون امينا عاما للعتبه العلويه يدير امورها هم لا يعبؤون لا بعلي ولا بالحضره العلويه هم يريدون ان يضحكوا على الشيعه فاذا كان هذا الفيديو يوصلهم الى هدفهم من انهم يضحكون على الشيعه، نعم سيصنعون هذا الفيديو ويقدمونه عبر برامجهم وعبر قناتهم الفضائيه الرسميه. ولو انهم يرفضون ذلك لاعترضوا عليه لاعترضوا هم يريدون هذا. هذا هو واقعهم وهذا هو واقع المرجعيه الشيعيه واقع المرجعيه الشيعيه في المساحه التي عوام الشيعه لا يطلعون عليها يفسدون ويفسدون على المستوى العقائدي والتفسيري والفتوائي والفكري والتدريسي في المساحه التي عوام الشيعة يطلعون عليها يضحكون عليهم بهذا الفيديو وبسائر الاكاذيب التي يسطرها لشيعة الخطباء الحمير على المنابر فهؤلاء الخطباء الحمير ينهقون ليلهم ونهارهم في كرامات هؤلاء المراجع اللي يرفضون الخيانه ويصونون الامانه من جوه كما يشهد بذلك نتاجهم هذا هو نتاجهم هذه قناه كربلاء وهذا ناطق من الناطقين عنهم وهذا برنامجهم وهؤلاء الشعراء والرواديد في خدمه المرجعيه وهذه الصور المزوره بين ايديكم كذبوني كذبوني ما هذه الحقائق واضحه جليه هذا هو اوضح مثال للواقع الشيعي فكروا في هذه اللقطه في هذا المثال كثيرا فكروا كثيرا واعرفوا من ان برنامج المرجعية الطوسية في النجف هو البرنامج الديخي رجاء أتحفونا بالوثيقة الديخية ما اريد اجيب الاسماء واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبه هي قال توصل تطمئن تركبهم يعني مش اه يعني تركبهم وتقول لهم بيخ والله نفع عباره واحد من الأحلام قبل خمس سنين قيل استعجل مش ده اه. اقول آه. لك تركب يعني خلاقه اهمي شيني خلاقه اهمي شيني بقول لك حركه سرور ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقه كلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفنا قال تركب مثل ما تركب فلان وقال لا مو علم اجمالي هذا واقع عندنا واقع, الشيعة. لا الشيعة. هذا هذا واقع الشيعه لا ابو واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه فهذا هو برنامج المرجعية الطوسية في النجف منذ زمان تأسيس المرجعية النجفية وتأسيس الحوزة النجفية سنة 448 وثمانية وأربعين للهجرة يتخذون من الشيعة حميرا ما هذا الفيديو وهذه الصورة المزيفة وهذا الإعلام السيستاني في قناة كربلاء أوضح مثال على التثويل والتجهيل والتضليل والاستحمار والتديخ لقد حولوا الشيعه الى كائنات ديخيه يضحكون عليها المهم ان يضحكوا على الشيعه مثلما يضحكون عليهم في قضيه الاخماس الاموال في جيب الشيعي هي اموال صاحب الزمان ولا يجوز لها أن تستقر في جيب الشيعي يجب عليه أن يخرجها من جيبه لأنها أموال صاحب الزمان لكن إذا وصلت إلى جيب المرجع صارت أموالا مجهولة المالك كيف صارت كيف تحولت إنه الضحك على الشيعة الضحك على ذقونهم هذا هو الواقع الشيعي سابقا والان وفيما سياتي انا لا اتوقع ان اكثر الشيعه سيخرجون من ديخيتهم لا في ايامنا هذه ولا في الايام القادمه لماذا؟ لانهم لا يمتلكون وعيا. الذي لا يمتلك وعيا لن يستطيع ان يميز الامور. ولا بد ان يكون الوعي بالمناهج المحركه والا فستبقى الشيعه حميرا يركب على ظهورها هذا المرجع او ذاك المرجع. وهذه هي الحقيقه الموجوده بيننا الان اجدادنا اباؤنا ماتوا على هذا الحال واكثر الناس في زماننا سيموتون على هذا الحال من هنا ادعوكم الى تحصيل الوعي واعتقد ان قناه القمر نافذه مهمه لايصال الوعي الى عقولكم والى قلوبكم والحديث في الحلقه الماضيه وفي هذه الحلقه حديث في طبق الوعي هذا الطبق السادس الذي اقدمه لكم على مائدة القمر انه طبق الوعي مضمونه الوعي وعي لواقع حياتنا الشيعية واكتفي بالذي قدمته لكم في الحلقة الماضية وفيما ذكرته لكم من مثال في هذه الحلقة سأنتقل بكم إلى القسم الثاني من الوعي الذي اريد ان احدثكم عنه وعي لواقعنا الديني نذهب الى فاصل وبعد الفاصل ساواصل الحديث عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من اراد ان يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطمه صلوات الله عليه وعلى الهم الاطيبين فلا يدع زياره الحسين بن علي وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه من احب ان يكون مسكنه الجنه ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقدر الحسين فإذا همّ الرجل بزيارته واغتسل ناداه محمد صلى الله عليه واله يا وفد الله ابشروا بمرافقتي في الجنه وعي لواقعنا الديني هذا الوعي من اين يتشكل ماذا نقرا في الزياره الجامعه الكبيره كلامكم نور من هنا يتشكل وعينا لادراك واقعنا الديني حين اتحدث عن واقعنا الديني انني اتحدث عن الحاله الوجدانيه التي تهيمن على بواطننا في تشخيص وتحديد علاقتنا بالله سبحانه وتعالى عبر محمد وال محمد وبشكل خاص عبر إمام زماننا الذي نخاطبه بشكل واضح في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا هو التحديد الصافي النقي الدين في حقيقته وجدان نظيف هذا الوجدان يرسم لوحه في داخلنا هذه اللوحه تجعلنا نستطعم علاقتنا بالله عبر امام زماننا عبر وجه الله فهذا هو ديننا ديننا ان نتوجه الى وجه الله ان نرتبط بعقولنا وقلوبنا وارواحنا وضمائرنا ووجداننا واجسادنا ان نرتبط بكل واقعنا الديني وبواقعنا الدنيوي ايضا الواقع الدنيوي لا ينفك ولا ينفصل عن الواقع الديني هذا الوعي مادته الرئيسه كلامهم كلامكم نور من هنا يبدا وعينا بواقع ديننا وهنا ايضا ينتهي وعينا بواقع ديننا كلامكم نور قطعا الحلقات هذه موجزة مضغوطة مختصرة لذا سأضع بين أيديكم نتفا نورية من عبقات حديثهم صلوات الله عليه الكتاب الذي بين يدي الجزء الثاني من الكاف الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحه اربعمئه واربعه واربعين الحديث الرابع باب الاستدراج بسنده عن حفص بن غياث عن امامنا الصادق صلوات الله عليه كم من مغرور بما قد انعم الله عليه وكم من مستدرج بستر الله عليه وكم من مفتون بثناء الناس عليه من هنا نبدا كي نبحث عن مواضع الصدق في وجداننا من هنا نبدا كي نتلمس مواطن الخير ان كانت موجوده في هواجسنا كي نستطيع ان ننطلق منها باتجاه فناء امام زماننا باتجاه دين الله باتجاه طاعه الله محاولين ان نتجنب المعصيه بقدر ما نستطيع واتحدث هنا عن معصيه العقول ومعصيه القلوب ومعصيه النفوس انها معاصي الجوانح ومعاصي الجوارح ومعاصي الجوارح هي التي تقودنا الى معاصي الجوانح وكذا معاصي الجوانح هي التي تدفعنا وتلجئنا الى معاصي الجوارح تلك هي مشكلتنا المستديمه اعود الى كلمات امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كم من مغرور بما قد انعم الله عليه المغرور هو المخدوع حينما تتوالى نعم الله علينا اكانت نعما ماديه ام كانت نعما معنويه أكانت فسحة في العافية والسلامة والراحة والمتعة في الحياة أم كانت فسحة بسبب مقام أو وجاهة اجتماعية أن يكون لنا من احترام بين الناس ومن قدرة على تحقيق ماربنا في الحياه من خلال العلاقات المهمه على المستوى الديني على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي على المستوى السياسي فحينما تتوالى النعم علينا توالي النعم لا اقول في بعض الاحيان ربما في كل الاحيان وموفق هذا الذي يكون مخدوعا في كثير من الاحيان حينما تتوالى النعم الماديه والنعم المعنويه على الانسان فان الانسان سيعيش في امان كاذب في امان من الشيطان في امان من نفسه في امان من الناس وفي امن من مكر الله الامن من مكر الله كبيره من الكبائر لكن القضيه لا تقف عند هذا الحد خطوره هذا الموضوع اذا ما ابتدا لن تكون هناك نهايه لهذه الخطوره حينما نامن مكر الله الهي الهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من اين هي الخير ولا يوجد الا من عندك هذه الحقيقه التي يحدثنا عنها دعاء ابي حمزه الثمالي والذي يقرا في مثل هذه الليالي والايام الهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من اين لي الخير من اين لي الخير هل هناك من مصدر للخير ولا يوجد الا من عندك ما عندي من خير فقد جاءني من ابوابك المفتحه من بابك الذي فرضت علي ان لا ادخل اليك الا منه اين باب الله الذي منه يؤتى اين السبب المتصل بين الارض والسماء كم من مغرور بما قد انعم الله عليه الشيطان يخدعنا ونحن نخدع انفسنا صاحب الزمان لا يخدعنا نحن الذين نذهب بارجلنا الى كمين الخدع نحن الذين نسمح لابليس واعوانه ان يخدعونا وان يضحكوا علينا وان يجعلونا حميرا عندهم ان كانوا من شياطين الانس او من شياطين الجن، نحن الذين نسمح لهؤلاء ان يستحمرونا ان كانوا من مراجع الدين او كانوا من رجال الاعلام او كانوا من المسؤولين السياسيين او كانوا من زعامات المجتمع والتجار وغير هؤلاء نحن الذين نسمح لهم ان يركبوا على ظهورنا وان نكون حميرا لهم كم من مغرور بما قد انعم الله عليه انك مخدوع انك مخدوع هذه النعم التي تثرى عليك لا لخصوصيه فيك لا لعلو شانك انت جزء من منظومه كبيره فهذا الشخص ضمن قوانين حكمة الأرزاق أكانت الأرزاق مادية أم معنوية فهذا الشخص يغدق عليه وذلك الشخص يضيق عليه النعم حجة علينا أكانت مادية أم كانت معنوية الراحة حجة علينا العافيه والسلامه حجه علينا السفر حجه علينا وما نرى في السفر والحضر حجه علينا السكن الطعام النوم الهانئ حجه علينا كل هذا حجه علينا كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه وكم من مستدرج بستر الله عليه المستدرج هو هذا الذي يقع في الخطأ بعد الخطأ ولا يرى مشكلة حوله إنك مستدرج في أي لحظة يمكن ان تسلط الاضواء عليك وتفضح مثال مر ذكره علينا في الحلقات الماضيه وانا اتحدث عن الخطابيين اللعناء هنا في لندن وحتى في غير لندن لكنني ذكرت مثالا عن بعض النساء وعن بعض البنات من غير الخطابيين تورطنا في برامج فسادهم وقذارتهم وقد حذرت هؤلاء النسوه من ان الامر لا يدوم مستورا ابتعدنا وابحثنا عن مواضع للفساد في جهات اخرى بعيدا عن هذه الخنازير الممطوره وكم من مستدرج بستر الله عليه شيئا فشيئا يستدرج العاصي في لحظه ما يفضح وكم من مفتون بثناء الناس عليه فحينما يثني الناس على شخص يفرح ذلك الشخص ويخدع نفسه من انه فعلا هو في مقام الرضا هو شخص مرضي عنه فعلا مهزله هذه الناس يقبلون عليك اليوم ويعرضون عنك غدا مجنون هذا الذي يثق بالناس مجنون وحق الحسيني اني تعلمت في مدرستين تعلمت في مدرسه الحياه وتعلمت في مدرسه كلامكم نور تعلمت في هاتين المدرستين من أن الذي ينظم حياته وفقا لما يقوله الناس ما هو بعاقل ولا هو بحكيم لو كانت في يدك لؤلؤة وقال الناس عنها حصاة هل يضرك ذلك؟ فإنك حينما تذهب إلى سوق اللؤلؤ يعرفها المختصون باللؤلؤ وسيقيمونها على أنها لؤلؤة فماذا يضيرك من قولهم أنها حصات فليذهبوا بقولهم إلى الجحيم لأنهم إما أن يكونوا حميرا لا يميزون بين اللؤلؤ والحصى وإما أن يكونوا كذابين سفلة يريدون أن يخدعوك وأن يضحكوا عليك أو أنهم يحسدونك على هذه اللؤلؤة فيريدونك أن تفرط فيها فإذا كانت في يدك لؤلؤة وقالوا عنها حصات لا يضيرك هذا وإذا كان في يدك حصات وقالوا عنها لؤلؤة لا ينفعك هذا فإذا ما ذهبت إلى سوق اللؤلؤ سيطردونك سيضحكون عليك يقولون لك إنك مجنون أية لؤلؤة هذه هذه حصاة من حصى الأرض وكم من مفتون بثناء الناس عليه الذين مدحونا بصدق لا اتحدث عن نفسي وانما اتحدث عن الانسان الذين مدحونا بصدق يذهبون والذين مدحونا بكذب لمصلحه عندهم يذهبون والذين ذمونا بصدق وكنا نستحق الذم يذهبون والذين ذمونا بكذب حسدا بغضا لاي سبب من الاسباب يذهبون ونحن نذهب ايضا ولا تبقى الا الحقيقه والحقيقه تبقى لا عندي ولا عندكم ولا عند المادحين بصدق او عند المادحين بكذب ولا عند الذامين بصدق ولا عند الذامين بكذب تبقى الحقيقه فقط عند قائم اهل محمد عند امام زماننا عند وجه الله الذي اليه نتوجه الحقيقه هناك وهو الذي سيميز من الذي مدح صادقا ومن الذي مدح كاذبا وهل نستحق المديح او لا نستحق المديح من الذي ذم صادقا ومن الذي ذم كاذبا وهل نستحق الذم او لا الامر لا بايدينا ولا بايدي هؤلاء عجله الحياه تتحرك والايام تنتهي باتوا على قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة أين الأسرة والتيجان والحلل فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل هذه هي الحقيقه التي امامنا امامنا نحن وامام الجميع امام الذين يؤمنون بالاسلام اكانوا سنه ام كانوا شيعا امام الذين هم على دين اليهودي او على دين النصارى او على دين المجوسي او على البوذيه او على سائر الاديان الاخرى الذين لا يدينون بدين الجميع باتجاه هذه النهايه وكم من مفتون بثناء الناس عليه وماذا ينفعنا ثناء الناس وماذا يضيرنا ذمهم وقدحهم صدقوني أنا أنقل لكم تجربة تتجاوز الأربعين سنة مدحوني صدقا وكذبا ونسبوا إلي ما هو ليس عندي على سبيل المدح وذموني صدقا وكذبا ونسبوا إلي ما هو ليس عندي أيضا ولكنني في النهاية لن تفعت من هذا ولا أصابني ضرر من هذا ما قدره لي إمام زماني هو الذي جرى عليه هذه الحقيقه اعيش معها واتلمسها طيله العقود التي مرت في حياتي والى هذه اللحظه هذه تجربه انسان تجربه شيعي انا هنا لا اباهي احدا بها فما هي بشيء يباهى به وانما جئت بها مثالا وكم من مفتون بثناء الناس عليه هذه الكلمات الذهبيه بحاجه الى بسط في القول لكن الوقت لا يكفي وانا اريد ان اضع بين ايديكم مجموعه من هذه اللالئ هكذا يقول صادق العتره صلوات الله عليه كم من مغرور كم من مغرور بما قد انعم الله عليه يا ايها الذين تعيشون الراحه والامانه والعافيه تدبروا تدبروا في حالكم واحذروا في لحظه معينه قد تواجهون النهاية من دون استعداد، استعدوا, استعدوا، 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 وافضل شيء تستعدون به خدمة إمام زمانكم، صدقوني لن تجدوا شيئا في الحياة سيكون مضمونا بعد موتكم وسيكون ضمانا لكم بعد موتكم لن تجدوا شيئا كهذا الذي احدثكم عنه انني احدثكم عن خدمه امام زمانكم عن خدمه الحجه بن الحسن كم من مغرور بما قد انعم الله عليه وكم من مستدرج بستر الله عليه في لحظه ما سينكشف الغطاء وكم من مفتون بثناء الناس عليه نذهب الى فاصل عن داوود ابن كثير الرقي قال قلت لابي عبد الله امامنا الصادق صلوات الله, الله عليه, عليه, عليه. ما, ما معنى السلام, السلام على رسول الله, الله. فقال, فقال ان الله تبارك وتعالى, وتعالى لما خلق, خلق نبيه, نبيه ووصيه وابنته, وابنته وابنيه وجميع الائمه وخلق الأئمة خلق شيعتهم خلق اخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركه والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والارض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا, لا شيه فيها, فيها قال لا خصومه, خصومة فيها, فيها لعدوهم وأن يكون, وان يكون لهم فيها ما, فيها ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه, الله عليه واله على جميع الائمه وشيعتهم, وشيعتهم الميثاق بذلك وانما السلام عليه تذكره نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله ان يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. صفحه 443 من الباب الذي عنوانه باب ان ترك الخطيئه ايسر من طلب التوبه الحديث الاول بسنده عن ابي العباس البقباق قال قال امير المؤمنين صلوات الله عليه ترك الخطيئه ايسر من طلب التوبه لأن الذي يقع في الخطيئة قد لا يوفق للتوبة كلام منطقي بدرجة مئة بالمئة إنها حكمة علي كلام علي علي الكلام كلام الأمير أمير الكلام هذا هو كلام عليّ ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة وكم من شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا ليس بالضروره ان الشهوه ترتبط دائما بالطعام والشراب والجنس وجمع المال الشهوات انواعها كثيره جدا هناك شهوات العقل وهناك شهوات القلب وهناك شهوات الابدان الرئاسه ما هي من شهوات الابدان وهي اخطر بكثير من الزنا وسائر انواع الفجور الاخرى طلب الرئاسه اتحدث عن الرئاسه الدينيه هذا الحال السيء الذي عليه رجال الدين في كل المؤسسات الدينيه في العالم في المؤسسه اليهوديه المسيحيه السنيه الشيعيه في كل المؤسسات هذا الحال السيء الذي عليه كبار رجال الدين مراجع رجال الدين بسبب شهوتهم في الرئاسه شهوتهم في الرئاسه قتلتهم وقتلت دينهم في نفوسهم وما بقي شيء من الدين لا في عقولهم ولا في قلوبهم لان الرئاسه اكلت كل شيء شهوه الرئاسه اكلت كل خير فيهم واذا ما صدر من خير منهم فانهم يجدون في صدور الخير هذا نفعا لرئاستهم للحصول عليها او لتمديد عمرها او لتعميقها او للضحك على الذقون من خلالها كي يستعبدوا الناس ويستحمروا الذين من حولهم اكانوا على دين اليهود ام كانوا على دين النصارى ام كانوا على دين السنه ام كانوا على دين الشيعه وكم من شهوه ساعه اورثت حزنا طويلا والموت فضح الدنيا هذه الدنيا التي تتستر بكل انواع الزينه وبكل انواع الخدع الموت فضحها كلنا نعرف من ان الموت يقف في نهايه النفق الا يقولون في التعابير الشائعه في زماننا هل هناك من نور في اخر النفق نعم الموت يقف في اخر النفق واذا كان من نور جاءنا من اخر النفق فان الموت هو الذي سمح له بالدخول والا فان الموت يقف في اخر النفق والموت فضح الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا لب عقل صاحب العقل كيف يفرح في الدنيا الا اذا استغفل نفسه نحن نعرف من ان الموت يقف في اخر النفق حينما نفكر بحكمه ودرايه فان الفرح يغادر قلوبنا ولكننا في كثير من الاحيان نضحك على انفسنا ونستغفل عقولنا نتصور البقاء اي بقاء هذا لا بقاء لاحد نتصور البقاء وبعد ذلك نشتغل على هذا الاساس حينئذ نستغفل انفسنا هذا هو واقع الانسان الموت باب الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار ترك الخطيئه هكذا يقول الامير ترك الخطيئه ايسر من طلب التوبه وكم من شهوه ساعه الدنيا ساعه يقول امامنا الكاظم صلوات الله عليه اقرا عليكم من تحف العقول لابن شعبه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان من وصية إمامنا الكاظم صلوات الله عليه لهشام بن الحكم إنها وصية العقل والعقلاء الوصية الطويلة المعروفة صفحة 291 الإمام الكاظم يقول لهشام يا هشام اصبر على طاعه الله اصبر واصبر عن معاصي الله لماذا يا ابا ابراهيم يقول فانما الدنيا ساعه انها ساعه تحتاج الى صبر ساعه برنامج التمهيد يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا على دينكم وصابروا عدوكم ورابطوا إمامكم ورابطوا قائمة آل محمد هذا هو برنامج التمهيد رجاء اعرضوا لنا البرنامج الذهبي البرنامج الذهبي إنه, انه برنامج, برنامج القرية, القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية, الزبده الذهبيه اعرف امامك وعرف بإمامك, بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك, ودينك إمامك، العبادة, العبادة الذهبية،, الذهبية رابط, رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك،, إمامك البراءة الذهبية, الذهبية، طلق منهج, منهج أصحاب العمائم, العمائم الإبليسية الكبيرة, الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعه فيه ان كنت راغبا في امامك ان كنت راغبا في امامك فطلق طلق طلاقا بائنا من دون رجعه يا هشام يا هشام يا هشام يا هشام, يا هشام اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله فإنما الدنيا ساعة ساعة فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا الذي مضى مضى وما لم يأت منها فليس تعرفه هل ستبقى او لا تبقى فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبطت يا هشام يا هشام هذا هو الكلام النوري الذي ماذا أقول عنه الذي في كل حرف منه الف دليل على انه قد صدر من شفاه موسى بن جعفر الا لعنه على علم الرجال الا لعنه على حوزه النجف الا لعنه على علم اصولهم وعلم كلامهم وقواعد تفسيرهم الا لعنه على المنهج الطوسي القذر الذي دمر ديننا وانتج الينا الذي دمر ديننا وانتج لنا الصرخي وامثاله والسيستاني وامثاله والوائلي وامثاله وكمال الحيدري وامثاله وعلى طول التاريخ يعبثون بدين اجدادنا وابائنا حتى وصل الامر الى ديننا نحن لقد ضحكوا علينا واستحمرونا الا على لعنه على دينهم وعلى منهجهم يا هشام يا هشام اصبر على طاعه الله واصبر عن معاصي الله فإنما الدنيا ساعة فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا وما لم يأت منها فليس تعرفه فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبطت أعود إلى الكاف الشريف الى كلام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ترك الخطيئه اقول هذا لنفسي قبل ان اقوله لكم واقول هذا لنفسي بصدق كما انني اقول هذا بصدق لكم هذا كلام علي كلام علي علي الكلام ترك الخطيئه ايسر من طلب التوبه وكم من شهوه ساعه اورثت حزنا طويلا والموت فضح الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا نذهب الى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون الباس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات اهدى من رايه اليماني هي رايه هدى لانه يدعو الى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لانه يدعو, يدعو الى الحق والى طريق, طريق مستقيم صفحه اربعمئه وسبعه باب تعجيل عقوبه الذنب الحديث الثاني بسنده عن الحكم ابن عتيبة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يكن عنده من العمل ما يكفرها ابتلاه ابتلاه الله ابتلاه بالحزن ليكفرها الحزن الذي يهيمن على القلوب من دون سبب هذا الحزن الذي يهيمن علينا من دون سبب في بعض الاحيان هو هذا وفي بعض الاحيان للقلوب النقيه والصافيه المتوجهه الى امام زمانها يصيبها الحزن لماذا لانها تكون على تواصل مع حزن امام زماننا حزن يصيبنا من دون سبب قد يكون موافقه لحزن يمر على الامام على امام زماننا وذلك امر له اسبابه هذا موضوع واسع عريض وكل الاسباب مردها الى الخلق وبشكل خاص الى شيعه الامام الذي يحزن الإمام أسبابه مردها إلى الشيعة هذا موضوع مفصل خارج عن بحثنا لكن الحزن في بعض الأحيان يهيمن على القلوب من دون سبب موافقة لحزن إمامنا وهذا توفيق عظيم لا يفوز به إلا القليل لكن الحزن الذي يكون من دون اسباب يسيطر علينا ولا نعرف له سببا يكون تكفيرا لذنوبنا لاننا لا نملك شيئا من الخير كي يكون سببا لتكفير ذنوبنا رحمه بنا ينزل علينا الحزن إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يكن عنده من العمل ما يكفرها ابتلاه ابتلاه الله بالحزن ليكفرها ليكفر الذنوب الكثيرة لأن الذنوب الكثيرة إذا ما تكاثرت وتكاثرت ولم يكفر شيء منها ستخرجنا من ديننا سنخرج حينئذ من ديننا الدين عقيده عقيده في العقل والقلب الطاعات ان كانت ان نفعل او كانت ان لا نفعل الطاعات حينما نؤديها تكون سببا لتثبيت العقيده في عقولنا وقلوبنا لكننا اذا استبدلنا الطاعات بالمعاصي رحمه امام زماننا في لحظه من اللحظات اذا ما وصلت تلك المعاصي الى حد سيخرجنا من ديننا سيقضي على عقيدتنا بلطف من الامام يتنزل الحزن علينا اما اذا لم يتنزل الحزن علينا واخذت المعاصي والذنوب تتراكم فاننا سننسلخ من عقيدتنا ستتحول العقيده الثابته الى عقيده معاره العقيده المعاره هي العقيده التي تسلخ من الانسان انها عقيده ليست ثابته على سبيل الاستعاره حينئذ تؤخذ من الانسان هناك ايمان ثابت وهناك ايمان مستودع كثره الذنوب وكثره المعاصي الابتعاد عن الطاعات يجعل المعاصي ويجعل الذنوب سببا رئيسا وواضحا لسلخ العقيدة من عقولنا وقلوبنا هذا هو منطق الكتاب والعترة وإذا أخبروكم بشيء غير هذا فهم جهال أغبياء أو أنهم يضحكون عليكم إذا أخبروكم بغير هذا فذلك دين الشيطان دين صاحب الامر هو هذا الدين عقيده في العقل والقلب والطاعات اسباب لتثبيتها والذنوب والمعاصي اسباب لسلخها وازالتها فقد تسلخ من الانسان في حياته وقد تسلخ من الانسان عند موته وقد تسلخ من الانسان بعد موته هذه هي الحقيقه الواضحه في قرانهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم وادعيتهم وزياراتهم التي نفهمها بحسب قواعد تفهيمهم مثلما بايعنا في بيعه الغدير. ان العبد اذا كثرت ذنوبه ولم يكن عنده من العمل ما يكفرها ابتلاه بالحزن ابتلاه الله بالحزن ليكفرها الحديث السابع عن امامنا الباقر صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله ما يزال الهم والغم بالمؤمن حتى ما يدع له ذنبا ما يزال الهم والغم بالمؤمن حتى ما يدع له ذنبا، انه الهم والغم من دون سبب نعرفه، اما اذا كان هناك من سبب نعرفه للهم والغم فهذه الاحاديث لا تتحدث عنه فسببه معروف طرا طارئ في حياتي وبسبب هذا الطارئ أصابني الهم أصابني الغم هذا أمر واضح هذا الهم والغم معلول لعلة هذه العلة أنا أعرفها قد يكون الموضوع في عموم مجريات الحياة وفي عموم تفاصيل الشؤون اليوميه في اعمارنا قد يكون جزءا من برنامج البلاء والتمحيص بشكل عام لكن هذا الحديث وامثاله عن الهم والغم الذي ينزل علينا من دون ان نعرف اسبابه لماذا نزل علينا الهم لماذا تسلط علينا الغم رسول الله يقول ما يزال الهم والغم بالمؤمن حتى ما يدع له ذنبا الحديث الثامن عن عمرو بن جميع قال سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول ان العبد المؤمن ليهتم في الدنيا يصيبه الهم ليهتم في الدنيا حتى يخرج منها ولا ذنب عليه هذا هم الدنيا وهناك هم لامام زماننا نفس المهموم امامنا الصادق يقول ويقول عن هذا الحديث يجب ان يكتب بالذهب نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عباده وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله الامام بعد ان قال هذه الكلمات قال يجب ان يكتب هذا الحديث بالذهب هذا هو الكلام الذهب وهمه لنا عباده نفس المهموم لظلمنا تسبيح المهموم هنا هو الحزين وهمه لنا عباده همه همته وهمه الذي هو شاغل مسيطر على تفكيره كيف سيكون خادما وفيا لامام زمانه هذه هي العباده الحقيقيه وهمه لنا عباده نفس المهموم لظلمنا تسبيح ذلك هو الحزن وهمه لنا عباده همه ان الشاغل الاول والاخير في عقله في قلبه في حياته الماديه والمعنويه فيما يرتبط بدينه وما يرتبط بدنياه كل ذلك يدور في فناء امام زمانه وهمه لنا عباده هذا هو الكلام الذي يجب ان يكتب بالذهب ويجب ان يكتب بالذهب على قلوبنا بذهب ولايه علي بذهب ولايه فاطمه بهذا الذهب بالذهب العلوي الفاطمي ان نكتب هذه الكلمات على قلوبنا ولكن قبل ان نكتبها ان نكتب يا زهراء ان نكتب يا زهراء وبعد ذلك نكتب ما نكتب لان الزهراء هي الميزان يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها يا زهراء قبل كل شيء يا زهراء قبل عقيدتنا ويا زهراء قبل عبادتنا ويا زهراء قبل خدمتنا لإمام زماننا ويا زهراء ويا زهراء ويا زهراء ويا زهراء ويا زهراء ويا زهراء يا زهراء, زهراء, زهراء إلى آخر نفس من أنفاسنا يا زهراء نذهب إلى فاصل عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند ابي جعفر الثاني امامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه فاجريت اختلاف الشيعه فقال يا محمد ان الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمه فمكثوا الف دار ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امورها اليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا الا ان يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانه التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد عن عمرو بن جميع قال سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن العبد المؤمن لا يهتم في الدنيا يصيبه الهم حتى يخرج منها ولا ذنب عليه تكفر ذنوبه بما يتنزل عليه من هم وغم إلى الباب الذي عنوانه باب اللمم صفحة 435 وخمسة وثلاثين من الجزء الثاني من الكاف الشريف انه الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن اسحاق بن عمار قال قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما من مؤمن الا وله ذنب يهجره زمانا ثم يلم به يلم به يرتكبه يبتلى به ما من مؤمن إلا وله ذنب يهجره زمانا ثم يلم به وذلك قول الله عز وجل إلا اللمم وسألته عن قول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمام قال الفواحش الزنا والسرقه هذه أمثله لا تقف الفواحش عند هذين المثالين قال الفواحش الزنا والسرقه واللمم الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله منه هذا هو واقعنا الوعي الذي احدثكم عنه وعي بواقعنا الديني ومثل ما قلت لكم مرادي من الواقع الديني الحالة الوجدانية التي تشخص علاقتنا بالله عبر امام زماننا فهذه المضامين التي تتحدث الاحاديث الشريفة عنها هي مضامين وجداننا مضامين ضمائرنا هذه الكلمات ترسمنا من الداخل انها بث مباشر عن بواطن مكنوننا عن اسحاق بن عمار قال قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما من مؤمن إلا وله ذنب يهجره زمانا ثم يلم به وذلك قول الله عز وجل إلا اللمم وسألته عن قول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم قال الفواحش الزنا والسرقه واللمم الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله من باب عنوانه فيما أعطى الله عز وجل آدم عليه السلام وقت التوبة الوقت الممنوح لنا نحن الادميون الوقت الممنوح لنا من الله حينما نرتكب المعاصي هناك وقت ممنوح يفسح لنا المجال فيه كي نجدد توبتنا ونحن بحاجه دائمه الى تجديد التوبه التوبة مطلوبة منا في كل الاحوال. علينا ان نتوب يوميا ان نجدد توبتنا بقدر ما نتذكر. صفحه 433 الحديث الثاني عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله من تاب قبل موته بسنه قبل الله توبته اذا كانت التوبه صادقه وباب التوبه مفتوح للجميع لا يغلق هذا الباب ما دام هذا الباب معنونا بعنوان قائم ال محمد انه الرحمه الالهيه الواسعه انه الرافه الالهيه الممتده انه الكرم الالهي الذي لا حدود له انه جود محمد وعلي وفاطمه اننا نتحدث عن الحجه بن الحسن من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله ان السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته ثم قال ان الشهر لكثير من تاب قبل موته بجمعه قبل الله توبته بجمعه يعني باسبوع ثم قال ان الجمعه لكثير من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته ثم قال ان يوما لكثير الى اين تريد ان توصلنا يا رسول الله ثم قال ان يوما لكثير من تاب قبل ان يعاين قبل ان يعاين الموت في اللحظات الاخيره من تاب قبل ان يعاين قبل الله توبه أرب هذه أخلاقه ورسول هذا دينه وإمام أتحدث عن الحجة بن الحسن هذه سيرته وقوانينه وآدابه الا يستحقون ان يتبعوا الا يستحقون ان يتبعوا ودينهم في قرانهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هذه نفحات نفحات من كلام الذهب وذهب الكلام هذا هو الكلام الذهبي وهذا هو ذهب الكلام للحديث صلة في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى كي أكمل حديثي معكم عن وعينا بواقع ديننا أسألكم الدعاء جميعاً في امان الله